بسم الله الرحمن الرحيم. من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. من أجل إنقاذ ابنتنا ملك، ابنة السماء والنصف، أنا طفل واسمي ملك، بفعل الخير بسألك، بوجبة دم صغيري تنقذ حياتي أنا، بوجبة دم صغيري. أتوجه إليكم طالبا مساعدتكم ومساهمتكم لإنقاذها من الهلاك، وذلك بتقديم فحص بسيط يوم الاثنين الموافق 31/10/2011 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، والذي سيتم إظهاره في معهد إبسوس بريمي للبسيوخومتري الموجود بشارع رقم 18 غربي البلدة في قرية جد. بطلب منك يا إنسان بعين الرحمة والإيمان، بطلب منك يا إنسان بعين الرحمة. ابنتي بحاجة لمتبرع عربي ملائم لإنقاذ حياتها من الموت، لأن المتبرع الملائم سيعطيها الشفاء الكامل بإذن الله والحياة. أنا طفل واسمي ملاك، بفعل الخير توكلت على الله بشفائها. أنا أضعها أمانة في أعناقكم، ولتكن مشيئة الرب سبحانه وتعالى. مناسبة أقدم شكري لتطوع الحراك الشبابي شباب جد الوعي على المساهمة بالحملة لإنقاذ ملك، وجزاكم الله بكل خير. ويكون بحياتي ملك ويتبرع لي بدمه، ويكون بحياتي ملك. وكل أمل أن تلقى استغاثتي أذانا صاغية عند الأهل في باقة وجد المثلث، وكل أهل الخير في وسطنا العربي.